شعبية وبس، لا عايزين مثلا يعني أزمة نظافة، الناس تبقى عندها وعي إن النظافة دي مش إن أنا أرمي حاجة في الشارع وأجي أقول مثلا الناس دي ما بتنظفش. طب ما هو دي برضو سلوك جزء منه عليا وجزء على الهيئات الملزمة بالموضوع ده، ومحتاجين إن الهيئات دي تبدأ تاخد دورها ويبقى في دور مفعل في الموضوع في كل الهيئات المصرية، سواء بقى في النظافة أو في التعليم أو 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 أو، لأن في هيئات كتير ودلوقتي ما فيش حاجة منهم شغالة. لكن بعد كده لو ما يعني ما فيش أي حاجة بدأت تبقى ملموسة في إيد الناس، الناس هتتعب، لأن هو المسألة كلها محتاجة إن إحنا نبدأ بس نتحرك ونبدأ نفعل قوانين ونبدأ نفعل دولة مؤسسات مظبوطة عشان نبدأ ناخد أول خطوة. الآن الرئيس من المفترض إنه في يديه كل الخيوط يعني لتفعيل المؤسسات ولبناء أصلاً المؤسسات من الأول وبعدين تفعيلها، ولا أنتوا شايفين إيه؟ بس هو أنا بس في نقطة يعني هي هربطها بالسؤال بتاع حضرتك عايز أتكلم فيها. فكرة إن المصريين دلوقتي منقسمين جزئين، جزء مع رئيس أو جزء مستنيين أو متوسمين في خير أو متفائلين بخير، وجزء معترضين عليه لأن هم معترضين على الثورة ومعترضين على 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 إسقاط النظام السابق. أنا ما قلتش كده بس يعني أنا هكمل لك الفكرة. إن أنا دلوقتي بحمل رئيس محمد مرسي مسؤولية إن هو رئيس كل الناس، تمام؟ مهما الناس دي كانت معترضة ومهما الناس دي كانت ضده بسبب او بدون سبب، احنا متفقين او مختلفين معاهم، انا بحمله مسؤوليه ان هو اللي يلم الناس دي، هو اللي يعمل لهم اعتبار، يحسسهم الناس دي ان دول انتوا مواطنين زيكم زي اللي انتخبوني زي اللي بيأيدوني بالظبط زي اللي بينزلوا مظاهرات بيدافعوا عني، انتوا انا بشتغل لمصلحتكم. انت بتتكلم على 24؟ انا مش بتكلم على 24 خصوصا، انا بتكلم على الفئه اللي هي ضد الثوره عامه. ان انا شايف بصراحه ان الناس، انا مع الثوره جدا، بس انا شايف ان الناس اللي حوالين محمد مرسي او 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 مش اللي حواليه يعني الناس اللي هي مع الثوره شويه، شايفين ان الجنب الثاني ده ملوش حق يتكلم، وان هم مثلا لو هينزلوا مظاهرات 24 اغسطس لا ده دول ما ينفعش، ودول يعني رجعنا بقى نسمع كلمه خروج على الحاكم ورجعنا نسمع كلام كده. انا هناك من افتى باهدار دمهم اصلا. بالظبط، انا سمعت الكلام ده، انا بصراحه مش يعني مش عايز افتي فيه يعني. طبعا الناس اتكلمت والناس علقت والشيوخ الكبار علقوا على الكلام ده، بس انا عايز اتكلم ان الناس دي زي ما احنا كان لنا راي معارض في 25 يناير واحنا اللي نفذنا كلامنا، وهم يعني النظام السابق ما احترمش الكلام ده وما عملوش اعتبار، ودي نتيجه ان هو دلوقتي النظام السابق كل الناس عارفه مكانه فين. فاللي ما بيعملش اعتبار للمعارضه واللي بيشوفها اكنها ملهاش لازمه او بيشوفها اكنها حاجه المفروض ما تبقاش موجوده، ده انا شايف ان ده هيبقى مصيره. فانا شايف ان هو مسؤوليه الدكتور محمد مرسي ان هو يلم الناس كلها حواليه ويحاول يقنع الناس اللي ضده قبل اللي معاه، لانه ودي انا شايف ان الناس اللي معاه مقتنعين بيه. فانا شايف ان هو المفروض يقنع الناس اللي ضده ان انتوا على الاقل اصبروا، يعني على الاقل يديهم رساله خير او رساله امن ان انتوا اصبروا انتوا هتلاقوا حاجه كويسه ان شاء الله. انا شايف ان هو يوجه خطابه، انا شايف ان هو يعني المفروض يوجه خطابه ليهم. في نقطه عايز اتكلم عليها بس هي بره القصه دي، فكره الخطاب الديني اللي حضرتك كنت يعني الخطاب بتاع صلاه التراويح. حضرتك انا ما قلتش حاجه. النقطه كنا بنتكلم فيها في الاول ان هو كان ان هو خطاب ديني ملوش علاقه بالسياسه او كده. انا شايف ان دي مسج مهمه جدا وليها علاقه بالسياسه جدا، لان توجه الدوله دلوقتي ان احنا نعدل الخطاب الديني، ان احنا نخلي الخطاب الديني معتدل شويه. فانا شايف ان الرئيس محمد مرسي، بس ايه علاقه الرئيس بان الخطاب الديني يبقى معتدل؟ امال اصلا هو حضرتك الرئيس محمد مرسي جاي من جماعه الاخوان المسلمين، من حزب الحريه والعداله، جاي بمرجعيه اسلاميه بيعبر عن توجه اسلامي. لكن لما نقول معتدل نحن نتحدث عن الازهر، ده دور الازهر ان يكون بدليل. بس انا شايف ان هو جاي يطبق دوله بتطبق الشريعه او بتطبق الفكر الاسلامي او التوجه الاسلامي بطريقه معينه. نعم. هم اتكلموا كتير جدا. انت بتتكلم انه يكون حافز ودافع يعني. بالظبط. انا بشكركم شكرا جزيلا وبعتذر جدا انه وقت هذه الفقره جدا قصير علشان الرئيس خد من وقت المقهى اليوم. بشكركم جزيل الشكر. مشاهدينا، القاهرة التي لا تنام، هناك اقتراح بأن تنام مبكرا. هذا الموضوع معنا بعد هذا الفاصل، انتظرونا.
أول كلامي أنا بشكر الله هو إلهي على الخلق راضي رفع السماء من فوق علاه هو بإذنه بسط الأراضي أول كلامي أنا بشكر الله وبعدين أمدح نبينا الله موجود ولا بعد سواه هو خليقنا متكفي بينا يا لولا النبي ما كان الكون أنار يا لولا النبي ما كان الكون أنار ولا شمش من شرق بانت ولا كان في ليل ولا نهار ولا إسلام صلت وصام أنا بوحد كمان اللي خلق الناس هو خلق مسلمين ونصارى الناس نايمة على فرش واكي الناس وناس عالمعايش حيارة